أطفال وشباب فاق عددهم الألف ونيف مقبلون على حفظ القرآن الكريم بعزيمة كبيرة، واليوم توزع الجوائز على الفائزين منهم، والذي بلغ عددهم قرابة 400 فائز. بعد مدة من الحفظ والتأطير والتجويد والترتيل من طرف شيوخ أطروا هذه الناشئة إلى جانب إحاطة العائلة. العائلة الكل معايا يعني عاونوني، أما بالأخص شيخي وبابا يعني يعاونوني بالقدا. والله يقبل كل شيء، تحب له عزيمة وشوية صبر، ويعني مش صعيب سهل، المهم العزيمة. الحمد لله، يعني توا بالنسبة للقرآن الكريم يعني صار فيه يعني الجمعيات يعني انتشرت بكثرة بالنسبة لتونس، هذا من فضل الله يعني سبحانه وتعالى، والفضل يرجع بعد الله عز وجل يعني لشيخنا الكرام، منهم يعني بالنسبة لي يعني زوجي يعني الشيخ بدر الدين هليلي يعني عنده فضل كبير علي يعني في حفظ القرآن مع تدريس يعني مع التدريس يعني تدريس الأخوات وتدريس النساء يعني ومع المسابقات، يعني هذا باش تكون حافز حتى نراجع. رابطة الجمعيات القرآنية بتونس قامت بتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الوطنية السنوية لحفظ القرآن الكريم التي نظمتها الرابطة تحت إشراف علي العريض رئيس الحكومة ونور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية، وذلك بقصر بلدية تونس بالقصبة. احنا نقوم بإبلاغ الجمعيات المحلية والجهوية باش ينظموا المسابقات محليا في بداية الأمر، ثم الفائزون منهم ينتقلون إلى الجهوية ليجرى لهم امتحان آخر جهويا، ثم المتفوقون منهم يأتون إلى الرابطة لتقع المنافسة بين الحافظين من كامل ولايات الجمهورية. الرابطة عندها برنامج أنه يكون زاد فيما مسابقات دولية في هذا الشأن؟ المتفوقون في الصنف الأول أو الصنف الثاني يرشحون إلى المسابقات العالمية والدولية، والحمد لله كانت هناك نتائج مشرفة من شاركوا في الدول الإسلامية والعربية. وزارة الشؤون الدينية في تواصل مباشر مع وزارة التربية لأجل النهوض بمادة التربية الإسلامية والتفكير الإسلامي والهدي النبوي والأحاديث الشريفة وعلوم القرآن الكريم، وللجمعيات القرآنية دور في ذلك. وفي الجمعيات وفي الرابطة وفي المساجد وفي الزوايا، هذا عمل مهم جدا، يعلم الناشئة أولا يعلمهم النطق، ثانيا يعلمهم اللغة العربية، ثالثا يعلمهم القرآن ذاته، ثم يعلمهم التواصل مع المدرس ومع بعضهم، وأيضا يعلمهم أحكام ومعاني القرآن في التربية، في التواصي بالحق، في العون الإصلاح إلى آخره. احنا وزارة التربية موضوع العلوم الإسلامية، التربية الإسلامية، التفكير الإسلامي، حفظ القرآن، حفظ الأحاديث، اللغة العربية، هذه أمور مشتركة بيننا وبين وزارة التربية. نحن نأمل إن شاء الله أن تطور هذه العلاقة إلى مستوى من الشراكة على أساس تعاون بين وزارتين، بين مؤسستين، في إطار وحدة الوطن، وفي إطار رسالة القرآن الكريم، وفي إطار أيضا أهمية العلوم الشرعية بالنسبة إلى المواطن التونسي ذكرا وأنثى، فيما يحقق ويعزز هويته ودينه واستقامته وطمأنينته، وأيضا فعله في الواقع وإنتاجه للخير وإعماره للأرض. حفظ القرآن والاهتمام بعلومه في تونس ما بعد الثورة فرصة لنهضة اجتماعية وأخلاقية واقتصادية لتجعل الجمعية القرآنية وهياكل المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال من القرآن نور الإنسان وسراج طريقه.